أشاد المختصون بالأبحاث المتعلقة بالدخان والسجائر أن المصانع تنقع مادة التبغ في الخمر حتى تضفي عليه مفعولاً ونكهة. لذا وجدوا أن نسبة الإدمان في شرب الخمر 15%، بينما نسبة الإدمان في الدخان 85%. تصنع شركات الدخان يومياً 12 مليار سيجارة على مستوى العالم، وأكثر الدول استهلاكاً له هي دول الشرق الأوسط. 300 مادة سامة في الدخان، أخطرها مادة النيكوتين. في دراسة أجريت على حصان تم حقنه بأربع قطرات من النيكوتين وقد كانت كفيلة بقتله مباشرة. في دراسة بريطانية أجريت على 83 رجلاً مدخناً، أكدت أن 3 أشخاص بين كل 10 يموتون بسبب التدخين. الذين يلقون حتفهم بسبب الدخان يفوق عددهم الذين يموتون بسبب الطاعون والكوليرا والجدري والسل والجذام والتيفوئيد والتيفوس مجتمعين. في إحصائية حديثة لدولة غربية أشارت إلى أن مجموع الذين يموتون بسبب التدخين 400,000، بواقع 1,000 شخص كل يوم. 80% من مرضى القلب والذين يتعرضون لجلطات متكررة وعمليات قلب مفتوح هم مدخنون. يقول الأطباء أن سموم التدخين يتلقفها الدماغ بشرح عجيب لأنها تنشطه ثم تخدره، وهذا ما يحدث للمدخن فعلاً. تلك السموم تصيب خلايا الدماغ بالالتهاب وتخرب الأنسجة المبطنة للجهاز التنفسي وتضعف وظائف التنفس وتؤدي إلى التهاب الأنف والبلعوم المزمنين، إضافة إلى التهاب الحنجرة والقصبات الهوائية. إن نسبة سرطان الرئة عند المدخنين 8 أضعاف غير المدخنين. 38% من أخطار الدخان تصيب الذين يعيشون مع المدخن، فما ذنبهم؟ الأمراض التي تصيب الأجنة والرضع كنقص الوزن والتشوهات الخلقية والموت المفاجئ للأطفال، إضافة إلى الربو والصمم، التشنجات، تسارع نبضات القلب والتقيؤ المستمر، تعزى كلها إلى الأم المدخنة. عندما يستمع عاقل إلى تلك الإحصائيات المخيفة عليه أن يترك التدخين فوراً. لا تكن حجتك أنك لا تستطيع. باختصار، الشيء الذي تتوهم أنك لا تستطيع عليه هو الشيء الذي لا تريد فعله. فرصتك الآن في رمضان، كن شجاعاً واتخذ القرار.